مع عبير الزغدودي الاخت عبير ما نعرفش ويني ويني لهنا جات مختفيه مختفيه كانت اتصلت ولات كرونيكوز حقا كرونيكوز الكوتا نتاعها طالعه ما عادش عليه التليفون من الناس كانت اتصلت عبير بالاعلامي المتالق مقدم استوديو الدوري الفرنسي في قناه بيين زميله معز بولاحي اللي حكى على ايقاف الليغ 1 نسمعوه شنو وقع. القرار واضح انه كان قرار سياسي ولكن بمعطيات نجم نقولوا تهم الصحه قبل كل شيء لانه نعرفوا انه القرار اتخذه رئيس الوزراء ادوارد فيليب والاكيد انه اتخذه بعد استشاره مجلس علمي والمجلس اللي يهتم خاصه بالموضوع نتاع الكوفيد دونك ساسوفوا لي القرار ولو انه يظهر متسرع نوعا ما مقارنه بالدوريات الكبرى في دول مجاوره كما المانيا اسبانيا ايطاليا وغيرها لانه قرار فاجئ نفس كل فاجئ المتابعين فاجئ لي زاكتور ميم معناتها فاجئ لي كلوب لي بريزيدون دي كلوب فاجئ اللاعبين فاجئ العالم الكل تقريبا لانه قرار كان غير منتظر في الوقت اللي كان الكل يستعد لعوده تدريجيه لانه دي كونفينمون لو 11 ماي في فرنسا الناس كل قالت وتجهت انه الديكونفينمون هذا ممكن يشمل زاد الرياضه ويرجعوا ليزونترينمون وكانت حتى الرابطه الفرنسيه لكره القدم عملت دوموند باش تشري قرابه 50 الف تيست رابيد معناتها باش يستعملوهم زاد في العوده ليزونترينمون في الليغ 1 والليغ 2 معناتها التيران كله كان مهيئ العوده للنشاط لكن جاء هذا القرار نسبيا مفاجئ ولي ريبركسيون خاصه هذه الخشيه هي لي ريبركسيون باش يكونوا كبار ياسر من الناحيه الرياضيه اوكي تم مع تعتيمات كلاسمون بالنظر الراسيو نتاع لي بوان بارابور لي ماتش وبالطبيعه باريس سان جيرمان بطل مارسي يرجع باش يلعب تشامبيونز ليغ بعد غياب كبير رين اول مره باش يلعب تشامبيونز ليغ عبر الملحق في تاريخه ونعرفوا بقية التفاصيل نتاع الترتيب النهائي الدوري الفرنسي لكن لي ريبركسيون غير الجانب الرياضي على الناحية المادية باش تكون كبيرة ياسر وأول تداعيات هو موضوع حقوق البث لأنه فما ربع المبلغ اللي يفترض يتم دفعه من قبل كانال بلوس وبين سبورتس وهما الناقلين الرسميين للدوري الفرنسي قيمته أكثر من 200 مليون يورو ماهمش باش يدفعوه لأنه الدوري مش بيستمر. الانطباع الأولي كان بأنه ممكن يكون كليسكيب دوناج يعني بمعنى أنه فرنسا اللي هي دولة كبيرة ودوري في نهاية الأمر من خمسة الدوريات الكبار في أوروبا القرار قد ينجرف عنه أيضا تعليق الدوريات أخرى أكثر أهمية لكن الواضح بأنه الاتجاه في دول أخرى رغم أنها تعاني من كورونا أكثر من فرنسا نحو اعطاء فسحه ربما نوع من الامل لعوده الدوريات، الدوري الايطالي مثلا تصويت السيريا الانديه الخاصه بالدوري الايطالي على استئناف الدوري في اسبانيا الاقتراب ايضا من استئناف التمارين الجماعيه يعني المانيا نفس الشيء واضح بانه في حال استقرت الامور نسبيا فانه قد يكون الدوري الفرنسي الدوري المتضرر الوحيد من بين الدوريات الخمسه الكبرى في تونس معناتها مانيش عارف انا الموضوع كيفاش تم في تونس لانه الاكيد انه تم التنسيق مع وزاره الصحه خاصه لانه وزاره الصحه هي المعني الاول الان بتحكم كانه اذا قلنا تحكم في المشهد يعني بصفه عامه كل سواء كوره ولا غير الكوره سمعت مقترحات من نوع تجميع الفرق في العاصمه من نوع تجميعهم ايضا فنادق في العاصمة مع بعض الاحتياطات واللعب بدون حضور جمهور هذا يكفي أم لا سؤال مطروح لقدر الله لاعب ولا اثنين يعني يكونوا مصابين ولا ينصابوا بطريقة أو بأخرى بالكورونا كيفاش باش تعمل من بعد معناتها كيفاش بتسير الميني شامبيونا هذا السؤال كأنه مبدئيا فيها نوع من الريسك يعني أنه فيها نوع من المغامرة أنك ترجع ناس تدرب تدريبات جماعية نعرف وش معناتها كونتاكت في الفوتبول ومن بعد ترجع الشامبيونات بالطريقة هذه أنا نتمنى بصراحة كمتابع لكرة القدم نتمنى أني نشوف كورة من جديد لكن إن شاء الله الاحتياطات والضمانات تكون كافية باش يرجع بالشكل هذا الدوري التونسي لأنه صحة الإنسان في نهاية الأمر أهم
من دوري مع الاتحاد ولا الجامعة، وفي نهاية الأمر ماذا بيه ترجع الكرة ويقعدح ويعمل أمبلون يقول لك أنا باش نجمعهم في كذا وباش نعمل كذا وباش ناخذ الاحتياطات. لكن هل الضمانات اللي باش توفرها وزارة الصحة كافية لحماية اللاعبين وحماية الناس الكل اللي باش يشاركوا في هالميني شامبيونا من الوباء هذا، وكافية باش ما تخليش الوباء عاود ينتشر من جديد ولا لا؟ هذا السؤال الكبير. كان هذا معز بولاحية الإعلامي في قناة بيين مقدم استوديو الدوري الفرنسي، تحية ليه، شرح لنا الوضعية كاملة وشنو صار في فرنسا في كما قلنا في ليغان بي اس جي هو البطل، لوي موران يرافق البي اس جي في الشامبيونز ليغ القادمة، الأوروبا ليغ ليل نيس ورامس ليون سابع. رامس في صورة ما إذا يظهر لي بي اس جي تهز لو دو كوب ليون سابع ليون أكبر الخاسرين يعني سسراء تقريبا مش تقريبا يعني كنت شوف فيها أول مرة منذ 94 عام اليوم ما تمشيش من عام 96-97 اليوم أكبر الخاسرين يعني خارج المسابقات الأوروبية والمرة كما قلت من منذ 24 سنة. أميان وتولوز يسقطوا للليغ 2، بالنسبة للليغ 2 لوريون لونس يصعدوا للليغ 1، وبالنسبة للفرق اللي نزلت الناسيونال للدرجة الثالثة لومون وأورليون. في فرنسا كما قلنا بعد الإيقاف حكي معز بولاحي على مبلغ 200 مليون أورو مش باش تدفعوا كانال بلوس وبين سبور، المبلغ بدل تحديد هو 243 مليون أورو خسائر الأندية من توقف البث. شنو الإجراء اللي قامت به الرابطة الفرنسية؟ رئيس الرابطة الفرنسية ديدي كيو يطلب قرض لتخطيط خسائر الأندية، خاصة فريق مثلا كيما لوام اللي فروج لوام حاجة ذي يعرفوها في فرنسا الناس كل، يعني أنه فريق لوام يعاني من أزمة مالية خانقة وبش يلعب تشامبيونز ليج، دونك هاد شوية فلوس هذي فرهدوه باش يلعب الشامبيونز ليغ اول مره يظهر لي من 6 سنين. ثم تولوز زاد راهو سي ان ايفينمون ليكيب تاع عبد النور طاحت لاول مره ليغ 2 من 17 سنه. بالنسبه للمرسي خلينا نبداو ساعه رودي غارسيا تاع ليون كي جا للويم قال لهم انا باش نرجع للويم للليغ دي شامبيون، هاكا مشى ليون خلى للويم رجعت ليغ دي شامبيون. مي سيزون اكسبسيونيل الحق نتاع ربي، ان شاء الله ما تكونش المشاركه نتاعها في الشامبيونز ليغ عام جاي كيما اخر مره 2013-2014 وقت اللي جابت 0 بوان هيستوريك راه 0 بوان في الفاز دو بول في الشامبيونز ليغ قليل برشا، كان نذكرش معناها ما نذكرش اللي شو الامور الماديه كما حكينا اول ليميسيون راهو لونجو ايكونوميك كبير برشا، راهو راك تحكي على ليغان اللي هي اقل البطولات في العائدات الماليه في البيج فايف. يعني كان تصير نفس الحكايه مع ايطاليا ولا المانيا ولا لونجلتير صدقني سا سخا بروبابلومون لا فان دو سبونسورينغ في الفوتبول، خاطر لي ديغا باش يكونوا كبار برشا برشا برشا. ايماجينتي البريمير ليغ ما ترجعش، راه مش معناها قاعدين ندافعوا اذا ما ترجع بالسيف. عطينا شيفر المره اللي فاتت خسائر بقيمه مليار فاصل 28 مليار اورو مليار اورو. يعني حتى اذا كان طيح لي سالير دو جوار ماهيش هذيك المشكله، راه ثم ان كو دو غوفيان قوي كبير برشا معناها فهمت. دونك خاصه عائدات البث التلفزي والاشهار والبرشا برشا عائدات البث التلفزي تمثل تقريبا 70%. ثم وراهم شركات تخدم راهو شركات الرهانات الرياضيه، ثم وراهم لي زيكيب مونتيي وحده كيما نايك ولا بيوم ولا ما نعرفش كيفاش باش يكون الكونترا نتاعها عام جاي انا مثلا فهمت. دونك ثم برشا حاجات باش تعاود تتريفز اصلا معناها يفون تو ريفيزي. في البرتغال مثلا الحكومه تعطي الضوء الاخضر لعوده البطوله في اخر ماي، حاجه تفرح البرتغال يعني بطوله معتبره. نفادلكوا شويه نفادلكوا مساج، عندنا زميلتنا اللي هنا في قسم الويب غلطت في عاد تكتب صايمه مسكينه في عاد تكتب الحكومه البرتغاليه تعطي الضوء الاخضر لعوده البطوله البرتغاليه، قالت الحكومه الاسبانيه شدني كومنتير قتلني بالضحك. الحكومه السودانيه توافق على عوده البطوله في تونس. حلو. اف سي كولن كما قلنا وثلاثه مصابين صلب النادي يقال انهم ملعبيه، اكيد هذا باش ياخر عوده البوندسليغا. البوندسليغا كانت المفروض ترجع نهار 9 ماي ثم 16 ماي، توا ما عادش نعرف وقتاش باش ترجع البوندسليغا. قلناها الجمعه اللي فاتت لنا مين كانت تذكر الحكومه في الاخر باش تقرر كون البطوله ترجع في الويكاند هذاك 16-17-18 ماي معناها نورمالمون. حتى مع ثلاثه اصابات هذوما نتصور يزيدوا يواخروا شويه. امين راه ثم ان شو باش تعمل يا باش ترجع الكوره من غير جمهور افيك دي ميزور واضحين. انا مثلا من غير جمهور باش ترجع. انا مثلا كنت بكري مثلا مع 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 زميلنا معز بولاحيه حكى بطريقه على البطوله الفرنسيه وحكى بطريقه على البطوله التونسيه، اللي قالوا الكل على البطوله التونسيه كونه ثم ريسك نتاع بيت تمر ثم كيفاش باش تكون كونفينمون كذا
الكل ينطبق على البطوله الفرنسيه يعني اذا كان ناخذ كلام وانا اللي قالوا على البطوله التونسيه سوك البطوله الفرنسيه لازم ممكن يقصد خاطر البطوله الفرنسيه وفرنسا دوله اقوى دوله عندها اكثر امكانيات من دوله لي شيفر نتاع اذا كان مصحاح لي شيفر باش تدخل فيه امور سياسيه لي شيفر نتاع ليسابيت والموتى ربي باقي ستر اون بورسونتاج نحكي اون بورسونتاج تو دو مورتاليتي اون اي دون لي نورم خاطر هما ما اعتمدوش الحجر الصحي من الاول احنا من الاول فرضنا الحجر الصحي ولو انه ما تمش احترامه في تونس لكن الارقام مطمئنه الى حد الان اغلبيه فرق البريمير ليغ ترغب في العوده وصوته للعوده ننتظروا الاعلان الرسمي في الايام القادمه في علاقه الحكومه ماشيه معاه في علاقه بالموضوع عوده البريمير ليغ فان الاتحاد الانجليزي اعلم الانديه انه سيتم اعتماد 10 ملاعب فقط ممكن باش يصير يعني كيما تونس تربصات هكاك و10 ملاعب